Tante. هلا والله شباب، هلا بالاساطير. رجعت لكم اليوم مقطع جديد على لعبة محاكي النمل. ياب، واليوم جيتكم بلعبة جديدة واللي هي محاكي النمل. مثل ما تشوفوا هان معانا خريطة، والنقط الخضراء هاي شايفينها هي عبارة عن اكل، والاشارة التعجب الحمراء هاي عبارة عن اعداء او حشرات لازم نقاتلها مشان نقدر يعني نعيش او نفوز. بداية خلينا مثل ما تشوفوا هان، اذا حفرنا بالمنطقة هاي راح نقدر نوسع بالأرض اللي آنتنا مثل ما تشوفهم، وبرضو لازم نوسع ونروح نجيب الأكل. هنا مثل ما تشوفهم حاليا هسا نقدر نجي هان على اليمين، نقدر نبني مثلا أرض للأكل اللي هي هان وهان هان. نحط يعني أراضي مشان مستودع أكل. تمام، هاي خمسة. تمام التمام، وهاي بلشنا نبلش أراضي للأكل. بعد ما نخلص أراضي أكل خلينا نشيل هذه ونبلش حفر على المنطقة الثانية هاي. أوكي، مشان ناخذ الأكل هذا ويصير يتخزن عندنا هان، ونقدر نبني شغلات ثانية مثل ما تشوفهم. حاليا نجيب هذه نأشر لها هان. أوكي، تبع الملكة ما نقدر نأشر لها، بعدين بس نسوي جروب ثاني هنا نقدر نأشر ويجي ياخذ الأكل براحته. برضو لازمني بعد مستودعات أكل، خير لازم يكون في مستودعات بشكل واسع جدا 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 مثل ما تشوفهم. خليني أبني هاي كلها مستودعات أكل، وبعدين نتوسع مشان نبني الجنود والمجنود. أوكي تمام، نقدر نبني هنا. تمام، وهان وهان وهان. تمام، مدام في أكل واجد خليني أبني مستودعات أكلها. ما أنه موجود عندنا أكل حاليا، لازم نحفر نشوف بس وين في أعداء. أوكي، في حشرة هان، مودي أقرب على المناطق اللي بها أعداء وحشرة. تمام تمام، نحفر هنا مشان نجي ناخذ الأكل هاي. أوكي، بما أنه في عندي هنا الأكل واجد خليني أوسع بس شوية. أوكي، خليني اوسع وبلش احط الهان. نجي لهان، في عندي نوعين نمل، نوع النمل العامل اللي هو هذا ياخذ 20، وفي نوع ثاني ياخذ 50 اللي هو النمل المقاتل. مثل ما تشوفون في المكان هذا يحوي نملة، ويصير عندنا توسع من ناحية النمل. نجي لهان نحط هذه بس مشان المنظر. جاي مدور على مناظر هان في نجولان. اوكي، بما انه صار عندي 7 نملات او النمل هذا نقدر نحطه جروب 1. مثل ما تشوفهم بلش يفقس عندي النمل العامل لحاله، تلقائيا هو يجي ياخذ الهاي، لكن اذا حطيت له اشاره راح يجي كل النمل العامل الموجود بجروب 1 يجي لهان ياخذ الاكل لمطرحه او للمكان المناسب له. خليني اوسع هنا بس ما ودي اروح كثير مشان اوكي، معي مكان واسع جدا. تمام، توسع قد ما اقدر مشان اخلي مكان لتخزين الاكل. مثل ما تشوفوا هان، اذا جينا ناخذ مكان توسيع الاكل هنا، نجي نخلي هذا كله مكان للاكل او مستودعات الطعام. يا عيني عليك. اوكي تمام، اتوقع انه كافي. لا مو كافي، خلي هاي كلها هيك، كلها مستودعات اكل. صار عندي 570 وفي تزايد. اوكي، اتوقع ان المستودع هسه اموره طيبه. ثانيا شو لازم نسوي بعد ما سوينا مستودعات الاكل هذه؟ خليني الغي هاي لانه راح يروح يجيب الاكل هو بطبيعه حاله. اللهم صل على محمد. الخطوه اللي بعدها اللي هي لازم انه نجي لهان، لازم نسوي هاي. قبل ما اسوي هاي خليني اتوسع للمكان هذا. في اي حشرات؟ لا ما في حشرات. اوكي، اتوسع للمكان هذا
قد ما أقدر مشان أخلي هذا المكان عبارة عن جنود. في عندي 17 عاملة ما يكفن، لكن حاليا راح لازم أحط لي شوية جنود. أوكي كسر هاي الأماكن تبع الجنود اللي هي هاي، أقدر أحط مثل ما تشوفهم 1 2 3 4 5. أوكي أقدر أحط واجد، حلو حلو. آخر شيء من الأكل. أوكي نجيب جروب 1 نأشر له هنا. أوكي خلو يجي ياخذ الأكل هذا. هنا خالصين خالصين. تمام تمام. هنا في شيء؟ لا ما في شيء. هسه نجي نحفر لهان. مثل ما تشوفهم قربنا هان على الحشرة هاي. الحشرة هاي راح تكون صعبة جدا، لكن خلينا بالأول بعد ما نسوي يعني مكان للجنود كامل ويكون عندي الأكل وافر، بعدين نفتح على هذولي ونقدر نقاتلهم. ما راح أفتح أكثر من هيك أنا، لكن خليني بداية أطلع الأكل الموجود هنا وخلاص. أوكي جروب 1 تعالها. أوكي خلي يجي. هسه في عندي المكان اللي هو ننزل تحت. لا في حشرة. راح أروح بشكل يمين أو يسار مثل ما تشوفهم هنا. يسار ونروح مشان نجي لهان وياخذون الأكل هذا اللي معنا بالمنطقة هاي. أوكي ولازم برضو بعد ما نجيب الأكل، لكن هنا لازم إني أنتبه على إنه يكون عندي مخزون أكل أقل شيء 200 مشان مع المواجهات أقدر. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني رسبا مرة ثانية الأكل. خلص الأكل اللي معانا هنا. أوكي أتوقع إنه خالص. جيب هاي خليها مثلا جروب 2. أوكي جروب 1 تعال هان. أوكي خلو يجيب الأكل اللي معنا. مثل ما تشوفهم هاي منطقة خطيرة جدا جدا جدا. هاي بالأخير نجيلها وهاي راح ننزلها هسع، بس يعني راح نستنى شوي أو نصبر شوي. أوكي تقريبا مناطق كلها رحنا لها. ظلت عندي المنطقة هاي لكن راح تطلع الحشرة هاي. أوكي راح نتوسع لهان ونجي لهان ونطلع عند الحشرة هاي. أوكي أوكي كسر لي هذه يا مدير. اوكي وشوفي عندي صار عندي 400. حلو اقدر مثلا احط اللهم صل على سيدنا محمد وحده هان وحده هان. اخلي 200. اوكي اخلي 200 تمام. هسه صار عندي شويه من النملات المقاتلات مشان هسه مباشره مثلا نجي لهنا جروب 2 تعال للمنطقه هاي. اوكي على طول راح يجي كل النمل من جروب 2 او النمل المقاتل راح يجي معانا لهان. يعني عليك. اوكي في عندي اكل هنا ظل شيء. اوكي ما ظل شيء تمام. اللهم صل على محمد. جيب هاي جيب هاي برضو جيب لي جروب 2 اول لهنا. تمام خلو يجي مشان ياكل اغراض هذه او ياخذ الاكل هذا. اوكي جروب 2 تعال على السريع وقاتل هنا. تمام تمام تمام. هان صارت عندنا أول معركة مثل ما تشوفون مع الحجرة هاي، بس بما إنه عندي كمية إيزي مثل ما تشوفون راح ياخذوها ويحطوها بمستودعات الأكل عندنا. حاليا صار عندي 200. أوكي أكل 300. خلي بما إنه في هانا. أوكي هان في 3 حشرات وشوفي بعد إذا جينا لهان. هان ولا راح أفتح نهائي هسع نهائي أبدا أبدا. اذا بدنا نجي نحفر هنا راح نوصل لاثنين هذول. لا خلينا هذول اثنين. خلي معانا هسه مخزون اكل 400 صار ممتاز. الغي هذه العلامات. اوكي وين بدي اروح اتوسع هسه؟ راح اتوسع للمنطقه هاي. اوكي خلنا نجي ناخذ المكان هذا وبرضه نجيب جروب 2 تعال للمكان هذا يا مدير عشان اذا طلع اي حشره او اي شيء ثاني. اوكي وبرضه جروب 1 تعال لهان. تمام تمام. هسه ليش اني في عندي 17 نملة ليش؟ اوكي 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 لازم اوسع بالنمل العامل هنا مثل ما تشوفهم عندي 400. عندي نملات عاملة او نمل عامل قليل جدا جدا. خليني ملي هذه خلي مثلا عندي 50 60 اللي اقدر عليه من هاي. اوكي مثل ما انتم شايفين حطيت كمية حاليا صار عندي 25، لكن 25 ما يكفي ابدا. احط قد ما اقدر بما انه موجود عندي اكل. اوكي لازم ننتبه على
لازم انتبه على الموارد اللي بها اكل. اوكي هسه شوفي عندي ظل موجود هنا، بس خاف اذا فتحت هذه، او ما اقدر افتح هذه الا اذا مريت على هذولي او من هنا. لا ما اقدر. اوكي لازم امر من هنا على هذولي وبعدين نتوسع لقدام. خلينا للاخر هذول ما راح. وبرضو هنا السبيل الوحيد شيل هذه. اوكي اقدر اجي لهان حاليا، بس راح تجينا الحشرة هاي، الحشرة هاي راح تقضي علي فعليا. اجي لهان. اوكي مالي غير هذه، بس بداية جروب 2 تعال هان، وبرضو احفر لي هنا. اوكي تمام. هسه جروب 2 انه موجود هنا النمل المقاتل، وعندي تقريبا نمل عامل جدا. لازم هسه استخدم او يعني اخزن الاكل مشان بالقتالات نقدر نرجع النمل الميت. يعني هسه بس تموت نملة راح ترجع على طول من هنا تفقس، فشو يلزمها اكل لحتى تقدر ترس منها. اوكي تعال انت جروب 2 يا مدير تعال هان، عندي 15 نملة، ليش مو جاي غير 11 12؟ اوكي بلش يجي هسه تمام. مثل ما تشوفهم حاليا برضو جيب لي جروب 1 وتعال هان شيل الاكل هذا كله. اوكي يعني عليك. خليني كسر هذولي بس. خاف انه في حشرات. لا ما في حشرات خلاص هنا. اوكي تمام هسه صار عندي مخزون طعام راح يفيد مؤقتا، يعني مو كثير لكن راح مؤقتا راح يفيدني. لا حلو حلو صار عندي 300. شكلي راح ازيد شوية بمخزون الاكل. راح ننزل لهنا. مخزون الاكل معانا او لا، ليش زيد، ليش ما اطور التطوير مثل ما تشوف. راح اطور هنا. في عندي هاي، طور طور يا مدير طور. خليني اطور قدر الامكان. ليش ما اقدر اطور هنا؟ اوكي تمام انا اقدر اطور، انا اقدر اطور بالاماكن اللي اقدر اطور بها. خليني اطور بها تمام. اوكي حلو. صار مثل ما تشوفهم هان 10 6 من 10، صار 7 من 12. يعني الاماكن عندي بلشت تكبر وتخزن اكلها، صار عندي 1000 مثل ما تشوفهم. مخزون هسه اتوقع انه خلاص تمام 1000. مخزون اسطوري وعندي 500 بعد. يا عيني يا عيني. جروب 1 تعال هان. اوكي وبما انه عندي 500 لازم اجي هنا واكمل مشروع النمل العامل. يلزمني شوية عمال. اوكي نجي لهان خليها هاي كاملة. تبعية عمال عندي 400، راح خلي يعني شوية. اوكي 300 خلي هذول، وبعدين هسا راح نروح نفتح منطقة جديدة يا سادة يا كرام، اللي هي نقدر نجي من هان. اوكي لا هاي خالصة ما عاد اقدر الا من المكان هذا. اوكي نتوسع نجي لهان. هسا راح نهجم على الثلاث حشرات الموجودة معانا هان بالمنطقة هاي. اللهم صل على محمد. اوكي بس خلينا ننقل جميع الموارد الاكل الموجوده ها، وبعدين نقدر نتوسع. خليني اقدر احط هنا مثلا 1 2. اوكي 2 يساعدنا حاليا، يساعدنا صراحه. نمبر 1 تعال هان. اوكي تقدر تشيل ولا صخر هذا؟ اتوقع انه صخر خلاص. تمام خلاص شيل العلامه، خلي النمل يرجع مكانه ويشتغل براحته. هذا خليني مثلا اجيبه للمكان معانا هنا. اوكي خلي هذا هان، نجي نحفر هان تمام. اوكي هسه راح اتوسع لهان لعند النملات هذولي، ونجيب جروب 2 ونشوف. خلي جروب 2 يجي معانا لهنا. اوكي تمام خلاص. وبرضه توسع معانا هنا يا مدير قد ما تقدر. جروب 2 تعال للمكان هذا. خلينا نكون قريبين من المواجهات تبع الحشرات هذه، لانه احتمال انه الحشرات هذه راح تكون خطيرة شوي نوعا ما. جيب جروب جاي تعال جروب 2 تمام. يلا خلاص هسا راح يموتن على طول مثل ما تشوفهم، لانه النمل هذا قوي عبارة عن انه نمل مقاتل.
اوكي فعلا جروب وان، تعال ها نشيل الاكل هذا كله يا مدير. اوكي مخازن الاكل عندي اسطورية، اقدر اضيف حاليا كم نملة من النمل المقاتل هذا، خليه بالمكان هذا. اوكي تمام تمام اتوقع انه هسه صار عندي كمية ممتازة من النمل هذا. حلو. هسه ظل عندي الحشرة الخطيرة جدا جدا اللي هي هاي. خليني اجمع بس، خلوه لحتى يصير 24 من 24 من النمل المقاتل، بعدين اقدر اني الغيه. شوف هذه، لا 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 لا، امسح امسح امسح. اوكي حطيت واحدة بالغلط من هاي نملة مقاتلة هان. يلا مو مشكلة عادي. اذا فتحت هذه هان تمام، صار عندي 24 من 25. حلو. افتح افتح يا مدير، خليني بس شيل هذه العلامة، اجيب جروب 2، حط لي اياها هان يا مدير، جروب 2 كامل خلو يجي لهان. افتح لي هذه 16. اوكي 16 نملة، اتوقع انه هسه كافيات انهن يقتلن الحشرة هاي. اوكي خليني اجمع. تمام احفر يا مدير، خلاص. جروب 2 تعال قدم لشوي لهان. تمام تمام جت الحشرة هاي، حشرة هاي عملاقة جدا وخطرة بنفس الوقت مثل ما تشوفهم، راح تقتل النمل بضربة واحدة مثل ما تشوفهم، كتلة النص، وتموتهم بشكل سريع جدا جدا. خليني بس اقرب عليها شوية. اوكي تمام. حلو، عندي كمية من النمل مشان هيك راح يشروها على السريع كتلوها. تعال هان. اوكي هان في 3 نملات، اتوقع اني لازم اهجم عليهن بما انه عندي هانا، بس خليني بالاول اجيب جروب 2، خليه هانا جروب 2. اوكي وخليني الغي جروب 1 عشان يجي لوت هاي ياخذها ويمشي. اوكي تمام تمام خلاص راحت النملة الكبيرة. الغي هاي. احفر يا مدير من هنا. اوكي تمام. حلو جروب 2 تعال هان انت، واحفر هان يا مدير، خلنا تصير المعركة بالمكان هذا، وهسه نقدر نقتل الثلاث حشرات الموجودات بالمنطقة هاي. ما اعرف احتمال يكون المقطع طويل اليوم لكن اعذروني على الشيء هذا، بس انه لازم يعني اخلص المنطقة هاي مشان اخلص اللعبة. اوكي ثلاث حشرات تمام، جيب جاي لهان جروب 2. حلو 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 حلو، يلا قاتلهم بشجاعة بكل بسالة وشجاعة. اوكي ما في امل انه نخسر اليوم، ما في امل انه نخسر ابدا. اوكي في عندنا 14 نملة هنا، لكن ماني شايف شيء اللي يخلي اوكي والله قاعد نموت. جيب لي جروب ثاني هذا، روح تعال هان يا مدير، يلا جروب هذا وتعال هان. اوكي خلي النمل كله يجي لهان ويتعاون ونقتلهم بسرعة. تمام مو مشكلة، اللي يموت يرجع يرسبن عادي، اللي يموت يرجع يرسبن، بس نحتاج شوية أكل لحتى يرسبن من جديد. أوكي والله هذول ثلاث حشرات خطرات جدا، المفروض إني ما فتحت عليهم هسا، بس يلا عاجلا أم آجلا راح إن نفتح عليهم. أوكي تمام. مين يفوز يا ترى؟ أكيد إحنا راح نفوز أكيد. الأكل واجد، الأكل واجد وقاعد ينقص، الأكل واجد وقاعد ينقص. ماتت واحدة، عيني عليكم. أوكي اوكي تمام، ظلنا اثنين. حلو اثنين عن واحدة يعني، ظل ربع الدم. تمام حلو، يا عيني عليكم، خلص فزنا خلص فزنا. تقريبا مشطنا المنطقة هاي كاملة اللي على اليسار مثل ما تشوفهم، او ما اظل شي غير الزاوية هاي والزاوية هاي. اوكي تمام، يا عيني عليكم، شيل لي هاي العلامات. تمام خلاص شيلهن مشان يلوتم هاي ويظلهم ماشيين، خلاص يروحهم للمكان. هسه اللوت هذا راح يروح حطوه بالمخازن تبعيتنا، ومثل ما تشوفهم هسه لازم انه نبلش نمشي على الاتجاه هذا وننظف المكان هذا بشكل كامل مكمل. ظل شي هنا، اوكي ظلت حشرة واحدة راحت خلاص خلاص. يلا نبلش هنا، وين راحت؟
تمام. بداية جيب لي الجروب تو لهنا، وبرضو بلش حفر يا مدير. اوكي تمام، مباشرة طبهم عليهم مباشرة، ولا توقفهم شيلة مدام جروب تو جاي لهنا. خلاص اوكي تمام، في عندي 23 نملة مقاتلة الآن موجودة، يعني ما في علينا خوف. قدم لهان جروب تو. اوكي قدم لهان جروب تو على السريع. اوكي حشرتين عاديات ايزي، حشرتين ايزي. كمل حفر لهانا بما انه جروب تو موجود هنا. جروب ون تعال هان، خلي النمل ياخذ هذا. اوكي خليه ياخذ الاكل ونروح احنا. كمل يا مدير. تمام التمام، اتوقع 42 نملة عاملة قليل، خليني احط كملهن بالمكان هذا مثل ما تشوفه، ونخليه كله نمل عامل. قديش صار عندي؟ 49 55. اوكي شيء اسطوري صراحة، صار 60. تمام اتوقع انه هسع كافي بما انه عندي 75. شيل جروب علامة. اوكي جروب تو تعال هان وكمل حفر يا مدير. خلينا نجي المنطقة هاي ونبلش قتالات. اوكي اوكي تمام، جروب تو تعال هان وكمل حفر انت يا مدير، وعلى السريع روح لي لهان. ما ادري اذا يهجمون الحشرتين هانا سوا ولا لا، بس واحدة. اوكي بس واحدة خلاص. جروب ون تعال هان شيل الاكل هذا، وجروب تو اوكي تمام. تعال هان جروب تو. اوكي يلا خلاص، هذا مثل ما تشوفهم صار عندي كمية اكل اسطوري. يعني ليش تفرعت من هناك ماني عارف. اقدر؟ اوكي لا ما اقدر. تمام هسا خلاص، بعد ما نشيل الاكل هذا كله هنا، هسا لازم نرجع من المنطقة هذه ونتفرع للمنطقة قبل الاخيرة من الاعداء، اللي هي المنطقة الاخيرة هاي، هي راح تكون خطيرة جدا 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 جدا. اوكي وبرضو المهمة هاني يقول لي اقتل كل الاعداء اللي هنا. خلو يشيل، عندي 777 مخزون طعام ممتاز. جروب 1 تعال هنا، جروب 2 تعال هان. اوكي خلص اتوقع انه خالص، في عندي هنا ظل شيء اكل. ما اتوقع انه اوكي، ما كان في داعي اني انقل جروب 2 لهناك، ولا في داعي؟ لا ما اتوقع انه ما كان في داعي. تمام احفر انا. وصلنا للمنطقة هاي. تمام حلو. جروب 2 تعال هان، او تعال هان كمل قتالك عيني عليك. وبرضو جروب 1 تعال هان انت شيل الاكل هذا، او هذولي مدام هم قاعد يقاتلون. خلينا نجمع الاكل، صار عندي الاكل مخزون الاكل خلص او امتلى. اوكي بما انه المنطقة الاخيرة الموجودة معانا هي هان، خليني اخلي الجنود المقاتلة بالمنطقة هذه. اوكي تمام، خليني احط قدر مناسب من الاكل، خليني اشوف بس. ما ودي اخلص مخزون الاكل عندي. خليني خلي هان. اوكي اتوقع انه ظل 700 ممتاز. تمام حلو، صار عندي 36 نملة مقاتلة، والمخزون الاكل قاعد يزيد حاليا مثل ما تشوفهم. خليني بس احفر مكان. وازيد مشان احط البيض هذا. اوه شو قاعد اسوي يعني؟ اوكي كنت احط النملة المقاتلة. اوكي تمام حلو. مثل ما تشوفهم مخزون الاكل انا خلص شكله. تمام خلص مخزون الاكل خلص حلو. جيب لهانا بما انه صار عندي 800، اتوقع 800 عدد مناسب لاني اقدر قاتل ويرجع يرسبن ال اللهم صل على سيدنا محمد النمل معانا.
اقدر هسه اذا شلنا هذه اوكي اقدر احفر من هنا جروب 2 وجروب 1 اوكي هنا وجروب 2 تعال هان يا مدير تمام احفر لي هذه احفر لي هذه خلي بس خلي يجمع باقي جروب لهنا وبس راح تبلش المعركة الكبرى اوكي قربنا على نهاية الحلقة والمعركة الكبرى راح تبلش تمام جروب 2 تعال هان جروب 1 برضو تعال هان جروب 2 خليك انت بالمقدمة لهان اوكي فتحنا الباب يا مدير اوهو تمام الحرب الاخيرة الحرب الاخيرة يا جماعة اوكي نجيب هذه لهانا نجيب هذه اوكي يلا خلي كله كامل مكمل حلو نشوف من يفوز تمام لا لا الامور طيبة الامور طيبة الامور طيبة جدا 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 شكله راح نفوز احنا ما انه هان موجودة عندي 60 نملة عامله 45 ولا عندي اي نقص نهائي من ناحية اللهم صل على سيدنا محمد خسائر الجيش او خسائر النمل جيش النمل اوكي حلو عيني عليكم ومخزون الطعام مو قاعد ينقص برضو حلو حلو يلا خلينا بس نشوف اوكي شوف صارت مجزرة هان مجزرة ما ضل غير ثلاثة يو خلاص فزنا فزنا اوكي فزنا تمام خلي هذا هان عشان يشيلهم باقي الاكل ويروحهم على المخزون حلو خلصنا اول مهمة يا عيني عليكم يعني عليكم اوكي راح اختم هنا اتمنى انه الحلقة نالت على اعجابكم شكرا لكم على المتابعة شكرا على الدعم نختم مقطع بصلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.